بسم الله وكفى والصلاة والسلام على على رسول الكرام. ربنا اهدنا وراجع بنا وشد من أزلنا وطهرنا من شرك من كل شرك ونفاق يا ربنا يا عظيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني تجد تسلسل الآية دي كذلك، كيفاش انت تدعي الاسلام وربك غير الرحمه اللي من شرع لك الاسلام دينا يربطك به ويضمنك في حياتك واسمها حياه البرزقيه في اخرتك من شؤم ومن ندم ومن عذابات لا حدود لانواعها ولا لشدتها. عاد نجم نقول زاد كذلك ان شاء الله ما نكونوش مقطعين، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال لي قل لك انا مؤمن ويعبد في الجنس حلال ولا حرام، العباده ما تكون كالرحمن، وهذا يعبد في الصولجان اي في السلطان، وهذا يعبد في السمعه، وهذا يعبد في المال الحرام ولا حتى الحلال، يعني لا عبادة حقيقية إلا للرحمة. وهنا يعقل الحديث، لا معبود سواه ولا مذكور بحق وتقدير كامل إلا مولانا الذي هو سمى نفسه الله وله الأسماء الحسنى ندعو بها فتقبل منا يا ربنا.